السلام عليكم متتبعاتي الاوفياء، مرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم كيكه ديال لاكريم بنكهه حب الملوك والفراوله ايضا او التوت. كتجي زوينه بزاف، راقيه للضيوف ايضا وبارده. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونمروا كما العاده باش نتعرفوا على المقادير وعلى الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غتلقاوهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف، غادي نحتاج 4 البيضات مع كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه، حوالي 200 غرام ديال السكر الخشن. غادي نضربوهم مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم وتيعطينا داك الشكل الكثيف كما كتلاحظوا هنا. من بعد هنايا كما كتشوفوا حصلنا على هذا الخليط. هذا غادي نضيف ليه كاس ديال الحليب وتنخلط مزيان. من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت، نعبره بنفس الكاس ونخلط المكونات مزيان بهذه الطريقه. هاد الكيكه غادي نحضروها بدقيق القمح الصلب اي سبيسيال. غادي ناخد اول شيء كاس عامر ما بين الدقيق الابيض والدقيق الاصفر، وغادي نضيف ليها واحد فاني، وغادي نضيف كذلك واحد بيكنج باودر ولا خميره الحلوى. كما كتلاحظوا اول شيء وضعنا نصف كاس الطحين ابيض مع نصف كاس دقيق صلب او لا سبيسيال. من بعد غادي نضيف كاس اخر ديال سبيسيال، يعني جوج الكيسان. هنايا اللي ما بغاش تستعمل الطحين تستعمل فقط الدقيق الصلب، اللي بغات تستعمل الطحين تستعملو جوج كيسان كيكفيو. كنخلطو مزيان بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كنحصلو على واحد الخليط اللي هو خفيف جدا، هكا بغيناه كيكون خفيف. ملي كطيب الكيك ديالنا تجي خفيفه. غادي ناخد المول او الصينيه ديال الفرن وغادي ندهنها وغادي نوضع فيها الخليط، ندخلو الفرن ساخن درجة الحرارة ديالو 180 170 180 حتى كطيب لينا الكيكة وتتحمر وتنخرجوها. والآن غادي نمرو باش نحضرو الكريمة. غادي نحتاج 4 لتر ديال الحليب مع بودرة ديال القشدة، يعني بنكهة الفراولة او نكهة التوت. غادي ناخد يعني كتكون بودرة. غادي ناخد ربع لتر حليب مع كيس ديال هاد البودرة هادي او القشدة بودرة ديال بنكهة الفراولة. غادي نطربهم مزيان بهاد الطريقة هادي حتى كنحصل على قشدة يعني كثيفة وشادة فراسها مزيان، يعني نطربو مزيان حتى تشد فراسها. هنايا غادي نضيف واحد الكاس ديال الكوك اولا كاس جوز الهند، وتنبقى نطرب حتى كتعقد ليا القشطه ديالي. من بعد ما غادي تعقد غادي نخليها في الثلاجه تبرد، بين ما حضرت السيرو اولا السائل اللي غادي نسقي به الحلوى اولا الكيك ديالي. هنا التحضير، هنا غادي نحتاجو حب الملوك. عندي هنايا معلب، تقدروا تستعملوا حب الملوك العادي، انا اختاريت هذا المعلب هذا لانه ما كاينش الان في السوق العادي. غادي ناخذ غادي نصفيه ان شاء الله من الماء ديالو، هذاك الماء هو اللي غادي نصاوب به السيرو باش غادي نسقي هذا الكيك. هذا غادي نوضعو في الكاسرونه الماء يعني اللي صفينا به، كما كتشوف فتيكون اللون ديالو احمر. كنوضعو في كاسرونه وتنضيف ليه ملعقه ديال النشا، نشا مع شويه الماء، وتنحطو فوق البوطه. كنبقى نحرك حتى كنحصل على خليط يعني كيكون خاطر شويه. نضيفو ليه ملعقه ديال النشا كما كتلاحظوا تيجينا بهذا الشكل هذا. اعتذر عند عدم درج مقطع النشا لانه يعني تمسح ليا بينما انا يعني تنمونطي تمسح ليا داك المقطع، فانا قلت لكم ديروا يعني ملعقه ديال النشا غادي تجيكم مزيانه. هنا الكيكه من بعد ما طابت كما كتشوفوا كنخليوها تحمر مزيان كتجي بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ الكريمه اللي انا وضعتها في الثلاجه كتبرد، وغادي نديرها على الكيك ديالي مزيان حتى كنغطيها كامله وكنحصل على طبقه ثانيه ديال الكريم.
من بعد ما قديت الكريمه كما كتشوفوا قدوها مزيان، وتناخد داك حبل الملوك ديالي اللي انا صفيت وتنزين به الحلوه بهذا الشكل هذا. كنزين به الحلوه بالكامل. ومن بعد غادي ناخذ السيرو اللي انا صايبت وغادي نسقي به هذا الكيك هذا. غادي ندخلها للثلاجه حتى كتقبض شويه في راسها، يعني كيشد ليا داك السيرو مع داك الكريمه مع الكيك ايضا، يعني تيشدوا في بعضياتهم وكيسهل علينا اننا نقطعوهم. غادي ندخلهم للثلاجه كيبردوا تقريبا ما بين نص ساعه حتى لساعه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. والشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بلا كريم بنكهه الفراوله وحب الملوك ها هو. من بعد ما كيبرد وكيشد فراسو ضروري نخليوه حتى يشد فراسو باش يجينا سهل في التقطاع. تنقطعوا بهذا الشكل هذا وغادي نوريكم يعني كيفاش تتجي، كتجي في الشكل يعني كما كتلاحظوا الشكل كيجي رائع. اللذة كذلك ديك لاكريم مع الكوك او جوز الهند، انا تنبغي دائما نهرس لاكريم بشي حاجه يعني باش ما كتبقاش ليا ديك البنه ديالها بوحدها ما تتعجبنيش، لهذا كنضيف ليها اما الكوك اما الشوكولات محكوك اما يعني كنبغي نهرسها. هنا كما كتشوفوا من بعد ما قطعت الطريف كيجي بهذا الشكل، شفتوا يعني كتجي هائله جدا راقيه كذلك، وحتى في المذاق كتجي عجيبه، مذاق تيكون عجيب. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، وما بقى ليا نقول لكم السلام عليكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.